صحافتكم. العريس تاع اليوم هو ان جون كوميديان عبد الكريم دراجي، جاب يما هو خوف باش يشربوا قهوة عند اونامي عرضتهم. بصح هاد المرة يا دراوشة ويستنى فيهم. صرينا العصب وخرجنا. الله يقبلها. شكون هذا عبد الكريم خوك؟ خويا. الله يبارك. ويما. لا ماما. يا سهلتك عليا. فوالا. يما تكريمو راهي بينو بين بصح معليش دوك حنا ناكدوا لها علاش جات حاج. انا فهمتك واحد المقصود هو انا كيما راني كيما انت هو جا على اساس خطبه. دونك انا واش خممت راني في راني في الصح. دونك اوني اور انا ما قلتلهمش اوني اور سيركوي قلتلهمش فهمت واش قلت لها واش قلت لها كنا هضروا على الشروط ايتو باش هكا اون في راسك سي او على بالو عبد الكريم واش حكيت لك دوك كنتك على بالو عبد الكريم بكلش علاش عطينا نجيو نشربوا قهوه لازم تجي لا ماما لازم نجيو ابارامون لازم تجي لا ماما علاش حنا دوك حنا هضروا قدامكم على الشروط ايتو قدامكم جو فوز ايكوتي بروبليس الو 30 مليون تصدق تصدق 30 مليون احنا نقول لكم غير لكم سوا على بالو كلش على بالو علاش ما قلتلوش راه محيرني ما قالكم والو علاش نتوما تقولوا انا ما درتش انا كاينه راكم قادرين على الخطبه نحكوا لكم على الشرط تاعي علاش خليهم يفهموا بيناتهم لا 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 علاش ما كاش بنتي معليش هضروا ما بيناتكم ايا بابا ماما شوف معاك ياش خلوه عبد الكريم انا حسيت لك فهم كي ماكش نفهمهم اروح بابا نروحو لعندك فوالا خلينا لكم الوقت باش تتفاهموا دبر راسك يا كريمو افريها الخطبه بصح ما كاش تشم يدين كافي تعرفي بيهم وتبقى لها جا سبيسيالمون باش تفريها جي تخطب قولي ماما راح تخطبي دي جيت نخطب انا يا مش حبيت انا انا ندبر راسي شوفي انا ندبر راسي انا على بالي علاش انا ندبر راسي انا على بالي واش راح نعمل علاش جيت كيفاش هيك شاني نخدم نخدم انا ندبر راسي يعني انا تورناج دراهم تاع التورناج دراهم تاع الدار شو علاش ما قلت لناش هكذا في الدار بصح ما عرفناش صحتناش ما فكرتش نهضر مع الناس كنا نمشيو كي بدا يهضر انا ندير واش نقول له هو راه هو راه هو راه بنتو قالت لي الخطبه ما طيحش بك تقول راجل طيح برشك دوكا لا لا ايه ما تحسبش طيح بيه ولا طيح بيه ايه حلو ايه اخطب ايه
طيب دير روحك اللي جبت جارتكم و لا 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 جبدها لا لا جاب يما لا لا جاب يما مسكينة إلا إلا يفوزا يفوزا دي ألكم كانوا شاك تقول إيبا هو يهضر كل احتراماتي ليكم أنا علاش مدام كنتي حابه يسكن معاك؟ سمعتك قلتي له انا وصلت له حاب يسكن وحدك وانا وصلت مني وصلت مني يسكن زعما دبر راسي انا دبر راسي الو فازي ما مشكل ما نخطف انا ما مولا ما كاش ولا مشكل نورمال هنايا بابا الى حاضر باش بابا يطلع من بعد الى وقع نعيشوا هنا نورمال ما يفرق قابل يعيشكم شي سانونو انا شي سامونو هو معايا سي راجل 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 بالتمام انت قابل عبد الكريم عبد الكريم شتو باغ انت قابل سابو عطينا لك الفيلا وزدنا زوجناك باطل هكداك وما قبلتش يماك يا كريمو كل عبد الكريم عجباتك بابا عيط للشيخ حسينا بلي يماك مازال ما تقلقتش مليح سي صار ما تخافش عندنا الحل يقعد لا وانا هدرت معاه دوك ان شاء الله كيجي الشيخ نفروها واش من الشيخ يقعد انت تشوفوا السلام ورحمه الله وبركاته قول كيزولي كيزوت 30 مليون تشتو تشاكوفي انو ناتشورال الحقيقه ما ضربتش لنا بق الامام ومن بعد لا لا بكل احترامات ديالي معليش من بعد نفروها انا حاجه بيت الله انا شوف ديني قول خطب لبنتك ما تخطبش البيت ديني قول ماشي بهاد الدرجه وهاد السرعه هذه ما قلتها صبيحه فتحوا حاجه انا هيك سمعت كلش لكن قال لي وظفت كلش انا مانيش عليك الشيخ راه خويا انا مانيش حتى انا علوي قلت له حقته في البلديه السنه اللي فاتت اليوم اللي فاتت في البلديه جا هو ما قلت لهمش تما ما قلت لهم والو ثاني تاع العقد انا علاش راني جاي بالشيخ اسمح لي انا ما نقدرش نفتح علاش كاين مشكل فهمتوش علاش هو كاين مشكل انا قلت له برك ما قال لهم شوف ما قال لهم والو الحاج 23 سنه راجل يقدر ياخذ المسؤوليه تاعو وحده بلا يمه بلا يمه وخاوتو ما عندوش باله يقدر بصح على الاقل يتخبر لا لا يقدر جاوبني فاطمه يقدر على حسب يقدر يعني يقدر لا فتوى طلقني عندك جبت لي من عندك يما يما سمحي لي معليش لا 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 يما قلت لي يقدر ديني ما تحبي نجيب لك العقد معليش ما دام اه ما تجيبليش كنت حنبوسك حتى سامحيني سامحيني معليش اقعد دقيقه انا نهضروا الا كاين مشكل نحلوه شوف حاشك شوف هذا الحاج انا اللي حاجه بيت الله اوكي مشكل انا عندي اي سور كيستيون شنو كلمه كاين اللي فرات لي جات جوك سؤال واحد خليه يهضر سؤال واحد اهل ترى دينيا دينيا الشرع تاع الدين تاع ربي سبحانه قادر يحمل مسؤوليه وحده في العقد في الشرع الاسلامي في كل يحمل مسؤوليه يحمل خلاص لكن رضا الوالدين يا الحاجه انا ما نعطيش انا شوف انا نعطي رضايا انا نعطي الرضا ديالي ماشي بهذه السرعه لكن انت كيف انا كي قال لي محب الطفله جيت الوالدين تاعك تفاهموا على الشروط وتتفاهموا احنا دوك حبينا على سنه الله ورسوله ونتكلوا على ربي ودوك الا تولي المشكلة الشيخ الا ما قبلوش هما كيفاش نقدر نطلق ولا كيفاش ندير نطلق ولا كيفاش تولي في امور وفي الشراع وتولي نفقة وامور كبيرة ابدا ماشي تربيتي معليش المهم انت الا ما قبلتيش هذه ماشي تربيتي مادام خوه قبل على كل حال بالك الشيخ يقدر خوه هو اياه خوه راه قابل انا مانيش انا ماشي قضية ثاني قابل لازم يوقف مع خوه لانه خوه دار مشكل راح حقق البلدية ما قالش الام نتاعو ما قابل قابل مادام هذا كان هكا تحشمني مع بابا ما كان لا تزيري ميرسي جات لابوي تشلي جات لابوي او قابل او قابل مادام الحاجة لازم توقفي مع وليدك اه خلاص دركا فريعه يا خويا فريعه ما حبيتش ما حبش ما تخافش دوك هي تحلل عاد تحلل عاد تغضب عليك
هو ترضى عليه ترضى عليه ترضى عليك وانا ندبر راسي فيه ويلو لاباس عليه ويقدر لا لا ديرو جارديني دو فوتر ميزون سا سرا بيان حاجه ما نعرفوش الامور والله العظيم ما نعرفوش علاش ما نقدروا نشوفوا نعاودوا نروحوا نتفاهموا معاه لا اخ هذا راهو عاقل راهو عاقل خلاص مبروك عليه مبروك عليه روح شوف الشيخ نشوف الطفله وسهل دوك نجيبكم دقيقه ونفريوها ونجيب معايا العقل لا لا غير ديه معاك باش يحللها لا لا نجيب العقل دقيقه باش تكوني امنه اي لا لا يديه باش يحللها نروحوا بيان سيغ خليه ياخذ خذ وحدك خذ وحدك لا يا سيدي ما عندك هذه لا شي ديزولي على التكريم خذ مسؤوليتك دبر راسك نروحوا بيان سيغ خليه ياخذ خذ وحدك خذ وحدك لا يا سيدي ما عندك هذه لا شي ديزولي على التكريم خذ مسؤوليتك دبر راسك خذ مسؤوليتك معاهم ما تسخش بالناس سي فوتي لا ما تسخش حنا وين دي جون حنا راه ولاد القصبه ولاد المجاهدين ما فريتوهاش الناس اللي يخافوا ربي احنا ما نتمسخوش بالرجال الراجل الله يبارك ما شاء الله وجا واحد ما شاء الله الاخر تما تمسخرت بيا عبد الكريم لا 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 تمسخر بيا راجل تمسخر بيا قال لي جبت بابا من تم وحشمني قدامه فهمتي فهمتي خلينا نروحوا وبهدلني ثاني ديري لو ديري جارديني دو فوتر ميزون لا لا ما ديري الجارديني تما هددوا كاع يعرفوا لا فامي جبت لك بابا سي سا شوفي بنتي شوفي بنتي علاش واقفين ما قعدوا نتفاهموا شوفي جو بو با اون طون علاش واخا قعدوا تفضلي ريحي مدام شنو شوفي تخلص كل ما فايتوهاش سيبو ننسى النيميرو تاعي باش يعيط لي خلاص هذا ما كان علاش فخدي راسي تيو في واش تحبوا ما في عندكم بير ما في البير واخد باب الواد قلت لفامي دي غادي كاع يعرفونا لكن الحاجه وقع هذا لازم تتحمل تسخروا بنات الرجال هو هو اي بنتو هاي خطو في حجره كيما سي بون نجيب لك العقد وصاي يجيب العقد الحاجه لازم تتحملوا المسؤوليه تاع وليدك في 23 سنه في عمرك لازم تتحملوا راك مهمل الحاجه شوف بهدلني بهدلني انا المسؤوليه هو راه مسؤوليه انا اللي كبيره العمر 60 سنه لكن على الاقل وقفي مع وقفي مع شوف كيما عقدها كيما يحلها بالسن يحلها بالسن ما على باليش بيه هادو ما يكونوا غير دموع الفرحة ما تخافيش يا الميمة وليدك كريمو ساجي وطايعك وياخذ لك الراي هادي كانت لكاميرا كاشي تاع نهار اليوم انا نقول لكم تلاقوا غدوة ان شاء الله مع ضحية اخرى عريس واحد اخر نقول لكم صحة سحوركم وسلام هذه كاميرا مخفية قلت له بصحتي لعبد الكريم منك صح باللي ما كان حتى مشكل قال لي شوفي تمني طمني قال لي روحي سي سني با بوغ ان كافي قال لي نشرب قهوه تعرفي بهم ودي يقصروا معاك قال لي باش كنا نحكي له نحكي لهم عليك قلت له بصح ولا دخلوا لي في حاجه واحده اخرى قلت له نعطيهم يا خويا العزيز كي قعد باباها مرحبا بكم وشكون العريس شكون العريس شكون العريس ما لا بالي شكون العريس قال له انت العريس ولا هو انا تشوكيت بعد بديت نقرا قريت ايه الكرسي باش نقدر كي قريت آية الكرسي وخلصتها قلت له اني با سور لا ميم لونغور دوند وانتم اولادي ربي جازيكم والو مزيان ما عنديش لا طونسيون ديابيت الحمد لله وان شاء الله رمضان مبارك على كل احبابنا وناسنا والجزائريين كامل وسيتي